تمكن رجال الجمارك بمنفذ صرفيت من إحباط محاولة إدخال سلاح ناري وست طلقات نارية، وذلك خلال عملية التفتيش الجسماني لمواطن قادم مشيا من دولة مجاورة. وزارة الداخلية تمدد فترة التسجيل في السجل الانتخابي إلى يوم الخميس الموافق 30 من يوليو 2015، مضيفة بأن التسجيل يكون بمكاتب أصحاب السعادة الولاة. كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس تشارك للمرة الثالثة على التوالي بالغواصة سلطانة 3 في سباق الغواصات العالمي الذي يقام كل عامين في ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. ينظم النادي الثقافي مساء الغد أمسية إنشادية تحت عنوان وجدانيات إنشادية، تحييها فرقة أريج الفنية التي تمزج فيها التراث الإنشادي العماني بقصائد كبار الشعراء. رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم خالد بن حمد يترأس وفد السلطنة في المؤتمر العام غير العادي لرؤساء الاتحادات الخليجية، وذلك لمناقشة مستجدات التحضير لمنافسات خليج 23 بالكويت.